اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودناكم كل سبت الساعه 12 بيبقى معانا ضيف، بس مش اي ضيف، لازم يكون ليه مصداقيه، واحنا عارفين كويس مدى المصداقيه بينه وبين ضيوفه وبين العملاء بتوعه. زي ما عودناكم كمان ان احنا كل يوم سبت بنتعلم وبنستفيد من سر من اسرار الضيف اللي موجود معانا. ومعانا النهارده قائد من قوات السوشيال ميديا، صاحب اكبر بيج على السوشيال ميديا، وكمان صاحب شركة جي ام ستايل للملابس الجاهزة. معانا ومعاكم مستر حسام سامح حسام الدين. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذة ايه. اهلا بيكي يا استاذة هند، واهلا وسهلا بضيفنا اللي منورنا. اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. قبل ما نبدا موضوع حلقتنا عاوزين حضرتك تعرف نفسك وتعرف شركة حضرتك. معاك سامح، صاحب شركة جي ام ستايل للملابس الحريمي. اهلا بحضرتك. حضرتك اللي بتصمم اللبس كله ولا؟ لا طبعا، في حاجات انا بصممها، في حاجات احنا بنعملها، يعني مش كل الحاجات بتاع. لا طبعا، وفي حاجات انا بجيبها من بره. تمام. بتبقى من مصانع خارجيه، ببدا اجيب منها الشغل وببدا اعرض على البيج عندي. حضرتك بدات ازاي بقى الشركه دي؟ والله احنا جينا في سنه 2016. انا طبعا شغال في مجال الملابس من فتره كبيره. سنة 2016 طبعا الدنيا خلاص اتطورت، دلوقتي كل الشغل بقى عبارة عن اونلاين عن طريق السوشيال ميديا. فحبينا ان احنا نواكب العصر ونواكب الدنيا، ان احنا نوزع ونسوق عن طريق الاونلاين. بس حضرتك احنا لما دخلنا على البيج بتاع حضرتك، لان انا الحمد لله متفاعل جدا وكمية الشكر والتقدير للبيج يعني غير اي بيج تاني. والله ايه السر بقى في كده؟ احنا بنحاول، السر ان احنا بنحاول ان احنا نوصل للعميل الحاجة زي ما بتبقى في الصورة بالظبط. تمام. فالعميل بيبدا بقى بيقول مثلا لصاحبته لجارته لقرايبه، فالتفاعل من هنا بدا يزيد. تمام. يعني طول ما الصفحه فيها مصداقيه بالنسبه لجوده المنتج وللشغل، فبالتالي في بيبقى في تفاعل كتير على الصفحه. يعني استاذ سامح، الحاجه اللي بشوفها وبختارها هي اللي بتجيلي. طبعا طبعا. ازاي اتاكد من الموضوع ده؟ يعني دي هتتاكدي منها لما الحاجه توصلك، دي ما فيهاش يعني. بفتح الحاجه وبشوفها عادي جدا. طبعا العميل لازم بيفتح الحاجه بيشوفها وبيقيسها، ولو ما عجبتوش ممكن يرجعها. لا طبعا. بيقيسها كمان يعني؟ لا بيقيسها، ده جديد. احنا عندنا اصلا العميل لازم يقيس شغله. يعني احنا الشركات اللي احنا شفناها او البيجات بتوصل الحاجه، لا حضرتك شوفها كده وخلاص. ممكن نشوف ماشي، لكن يقيسها دي لا لا. انا بخلي العميل يقيس الشغل كمان. يعني لو في مشكله حتى عنده في القياس او في المقاس او في كده، لا لازم ترجع، فما بيبقاش. وممكن ارجعها كمان. في حاجه كمان انا عرفتها يا استاذ سامح، ان المصداقيه اهم حاجه. بجانب المصداقيه شركات الشحن. تمام. عايزك بقى تكلمني على شركه الشحن اللي حضرتك بتتعامل معاها. والله بص حضرتك، هي شركه الشحن هي اهم سبب واهم عامل في نجاح الشركه. تمام. لان العميل ما بيتعاملش معايا، بيتعامل معايا من خلال شاتنج او من خلال اتصال تليفوني. فكله بيبقى رسائل. تمام. فمين الواجهه بتاعتي؟ شركه الشحن. اكيد اكيد. فشركه شحن لو مش ناجحه معاكي مش هتنجح فعلا. انا لو المنتج اللي انا طلبته ما وصلليش في نفس الميعاد اللي حضرتك محدده، ما ده برضه يعني ده موضوع تاني. يعني سرعه التوصيل وسرعه الشغل مهمه جدا. طبعا اساسي، يعني دي مهمه جدا، مصداقيه ما بينك وبين العميل. وبجد الواحد تعب عقبال ما لقينا شركه محترمه ان احنا نقدر نتعامل معاها. يعني شركه كينجرو اكسبريس انا بشكرهم، يعني لان هم بجد عندهم مصداقيه في حته المواعيد والاهتمام بالمنتج وان هو يوصل. والمناديب عندهم ان هم يعني كلمتهم واحده، هيوصل يوم كذا يوم كذا الساعه كذا. المناديب عندهم ان هو ممكن يقف مع العميل بالنص ساعه وبربع ساعه لحد ما العميل خلاص انا هاخد الحاجه. تمام. فشركه شحن مهمه جدا لان هي سبب من اسباب نجاح الشركه. اكيد. طبعا. طب استاذ حسام معلش سؤال تاني برضو، انا حضرتك بتوصل لكل المحافظات ولا محافظه معينه؟ في الاول طبعا انا كنت بادئ في القاهره وفي الجيزه بس. طبعا لحد ما عرفت موضوع شركات الشحن، ان انا هي كانت المشكله معايا في الاول في شركه الشحن. انا دلوقتي خلاص عقبال ما شركه الشحن معايا كويسه، فانا بوصل لجميع انحاء الجمهوريه. اكيد طبعا، ما عدا لسه منطقه سينا، لان ما فيش حد في شركات شحن بيوصل منطقه سينا. استاذ حسام معانا طبعا الموديل ندى الشافعي. النهارده جاي لنا طبعا بملابس كويسه جدا عايزه تعرضها للمشاهدين. تمام. تتفضل استاذه ندى الشافعي، تورينا الملابس اللي حضرتك هتوريها. اتفضل.
ده من تصميمك؟ لا ده انا جايبه من مصنع يونايتد جروب. الشغل دوت زي ما حضراتكم شايفين كده بيوصل للعميل بنفس الجوده ده. يعني احنا بنفس الشغل ده بنفس ما هو زي ما انت حضرتك شايفه. انا بجيب الشغل دلوقتي بعرضه وبصوره بيوصل للعميل بنفس الشكل بنفس الجوده بنفس كل حاجه. يعني انا ما بجيبش صوره خارجيه وببدا انفذ عليها الموديل، لا انا الشغل بيبقى عندي موجود في المكتب وببدا ان انا اصوره واعرضه للعميل. حضرتك انا لما اتواصلت مع حضرتك كنت مصر ان لازم الملابس تبقى قدام المشاهدين، لان دي مشكله بتواجهنا. يعني دي المشكله فعلا اللي بتواجهنا. ان العميل طبعا في عميل يقول لك لا دي مش، يعني يقول لي وريني الصوره على الطبيعه. تمام. كتير جدا يقول لي وريني الصوره على الطبيعه. طب ما هو فانا بقول له الصوره انا مصورها فعلا على الطبيعه. تمام زي ما ندى عرضها كده. يعني ده هو ده الشغل اللي بيروح للعميل. اكيد. طبعا في كل مشروع او كل شركه زي ما بنلاقي السلبيات زي ما بنلاقي الايجابيات بنلاقي السلبيات. المشاكل بقى اللي واجهت حضرتك؟ والله المشاكل اللي بتواجهني بالنسبه للعملاء الحته لما مثلا عميل بيطلب اوردر ويجي يرفضه. في عميل بيبقى بيتحرق، يعني بيتحرج ان هو يقول ان انا مش عايز الاوردر خلاص، فبالتالي بيفضل مع شركه شحن. يروح له المندوب يكلمه يتهرب منه يعمل له بلوك او ما يردش عليه. طب ليه هو اساسا طلب من الاوردر؟ هي دي بقى المشكله بقى اللي بتواجهه. طب انت حضرتك يعني في طبعا ناس بيحصل لها ظروف، في ناس مثلا حاله وفاه، في ناس بتسافر عادي تليفون صغير هيجي كل الموضوع. في ناس طبعا كتيره طبعا وبشكرهم جدا ان هم مثلا بيراعوا النقطه ديت، فبيتصلوا يقولوا مثلا احنا هنلغي الاوردر او حاجه. تمام. فالاوردر بيرجع للشركه، انما لما بيروح الشركه عندنا هي اللي بتتحمل مصاريف الشهر. يعني تخيلي بقى انا مثلا تعبت مع العميل قد ايه. طبعا قفلت لك الهدوم ووديت لك لغايه عندك. يعني انا وديت خلاص للعميل الاوردر والعميل وصل له اوريدي الاوردر والمندوب واقف معاه، في الاخر يقول لك لا الشحنه ريفيوز. طب الشحنه كده خلاص انا دفعت فلوسها. طب يعني طب ليه الاذى ده اصلا من الاول؟ يعني هي دي المشكله. ما هي مصاريف الشحن. هي دي المشكله اللي بتواجهني صراحه. طب ما ممكن ما عجبوش يعني مصاريف الشحن. لا ما هو العميل بيتفق معايا من الاول، بيقول لي انت دلوقتي انا في منطقه كذا، بدي له كل التفاصيل قبل ما بدي له كل التفاصيل قبل ما مثلا محافظات مثلا بتوصل مثلا من يومين لثلاثه لاربع ايام. المناطق الصعيد الاقصر واسوان بيبقى المده بتاعتها من اسبوع لست ايام. والشحن بيختلف بيختلف طبعا. اسعار الشحن بتختلف من المنطقه لمنطقه. المشكله كمان يا استاذه ايه ان على البيجي عند استاذ سامح مش مجرد بس تقفيل اوردر وتوصيله، لا ده كمان بيعقم الهدوم اللي هي رايحه كمان للعميل. ده بالزبط. تعقيم ذاتي بالظبط. يعني هي بتدخل على جهاز بخار عشان تتعقم كويس جدا قبل ما توصل للعميل. بالظبط. يعني هي دي المشكله اللي بتواجهنا بجد. معانا برضو موديل تاني لشغل حضرتك استاذه ندى. من تصميم حضرتك ده برضو ولا لا؟ ده برضو من شركه يونايتد جروب. جميل. دوت شيك جدا. دي والالوان متناسقه. ده بلوفر، ده فتله مهير اسمه شانيه، بيدخلوا فتلتين في بعض. فالموديل دوت في منه ميزته ان هو تلبيسه كبير وبيلبس مقاسات كبيره. فشغال معانا كويس الحمد لله، وزي ما انتم شايفين كده جميل جوده. جميل. المنتج زي اللي موجود في الصوره. وراها على طول. ايوه برضو نفس يعني هو نفس الشكل. يعني اصلا ما يعني ما بجيبش حاجه بصور. يعني انا مش مثلا بصور صوره وعارضها وبودي للعميل حاجه تانية، لا هو زي ما انتم شايفين كده. هو كمان يعني استاذ حسام بيوريكم الحاجه بالظبط. لا والستايل يعني يا استاذ حسام احنا صراحه ما شفناهوش قبل كده. ربنا يخليك بجد. يعني ستايل حضرتك اللي بيتعرض دلوقتي احنا ما شفناش نفس والله الستايل. والله احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني نكون مميزين. نوصل حاجه مميزه بخامات كويسه واسعار كويسه. يعني بالذات حته السعر بتفرق مع العميل طبعا. تمام. انا بحاول ان انا اوصل حاجه جودتها عاليه جدا وفي نفس الوقت يكون سعرها كويس. حضرتك بتهتم اكتر بالمصداقيه عن الناحيه الماديه؟ اكيد طبعا. طبعا اصل المصداقيه هي اللي هي هتبقى سبب من اسباب النجاح. يعني انا دلوقتي لو انا مش صادق مع العميل، فما العميل خلاص عميل مع عميل مع عميل هيهرب مني، مش هيبقى في مصداقيه في الشغل. لا فبالتالي الشغل يعني الشركه مش هتنجح. اكيد. فانا يهمني المصداقيه وفي نفس الوقت السعر. اكيد الاثنين مع بعض. يعني استاذ سامح حضرتك ابتديت شغل اونلاين امتى؟ يعني انا ابتديت او ايه العامل اللي دفع حضرتك ان انت تشتغل اونلاين؟ لان الدنيا خلاص العالم كله تطور دلوقتي وخلاص كله بيشتري اونلاين،
وكله بيشتري عن طريق السوشيال ميديا، حتى البراندات يعني مثلا زارا، بريشكا، الناس ديت ليها ويب سايت وليها صفحات على الفيسبوك بتبيع من خلالها. فالناس دلوقتي ما بتعتمدش على الستور بس، لا 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 خالص يعني خلاص. يعني كان الموضوع انتهى، هو ابتدى قبل موضوع كورونا. لا انا بادئ من زمان، انا بادئ اونلاين من زمان، وبادئ شغل في مجال الملابس من 2005، فيعني كشغل ملابس انا بادئ فيه من سنه 2005. انما الاونلاين زي ما بقول لحضرتك كده من 2016. من 2016 بدات ان انا اشتغل اونلاين، ان احنا نواكب الدنيا، نواكب العصر. اقطع حضرتك، معانا اتصال. اهلا. الو. الو، مساء الخير مدام فيولا. ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا مدام، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. نورتي يا فندم اسرار الحياه. نعم، الصوت بقول حضرتك نورتي اسرار الحياه. الله يخليكي. ميرسي. عايزين بقى نتكلم عن منتجات استاذ حسام، ايه رايك فيها؟ لا لا يعلى عليها بصراحه، ذوق عالي دايما وبيجمع دايما بين المستورد وبين سعر المصري. جربتيها مدام فيولا؟ جميله جدا وروعه بصراحه. جربتيها حضرتك؟ اه انا جربتها لنفسي كتير، يعني بقالي كذا سنه معايا، حوالي سنتين تقريبا معايا. بجيب لنفسي حاجات كتير، وانا عندي بيج اونلاين برضو بيساعدني كتير بصراحه في الشغل دوت، وعلى طول بيسلمني في الميعاد بالظبط اللي بيقول عليه. الحاجه بصراحه دايما بيجي لي الريفيو بتاعها ممتاز قوي. حلو جدا، حلو جدا. توصيلي يا استاذه ايه رايك فيه؟ نعم، التوصيل حضرتك ايه رايك فيه؟ لا على طول بصراحه بيساعدني، يعني بيشوف مكاني فين وبيوصل لي الحاجه على طول يعني. الحمد لله، اشكرك يا مدام فيولا. طبعا يعني الناس كلها بتشكر في منتجات حضرتك والحاجه معانا برضو استاذه ندى، مدير ندى معانا برضو شكل تاني. اتفضلي. هو بقى الالوان بقى الالوان الموديل ده الحمد لله شغال معانا كويس جدا. في منه الوان كتيره، الميزه فيه تداخل الالوان في بعضها وتناسق الالوان جداً مع بعضها. وده بتاع برضو مصنع ليمونت، انا باخد الشغل ده من مصنع ليمونت. تمام. الموديل ده نجح معانا جدا زي ما انتم شايفين. واو. الخامه والتقفيل بتاعه ممتازين جدا 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 فعلا. يعني في ناس كتيره بيروح لها الشغل وتفتكر انه مستورد. يعني انا فعلا شغل، انا يعني فاكره ده مش شغل مصر. مش مصري اكيد. بس بجد يعني مصنع ليموند يعني من الناس المحترمه جدا وشغلها ممتاز جدا يعني. لا هو باين، لا باين. الشغل والتأثير كويس، وفي منه الوان كتيره والوان حلوه قوي يعني. يعني ده من الالوان المتميزه فيه. تمام. يعني في الوان كتيره والوان حلوه جدا في الموديل ده كمان. تمام. خطتك ايه بقى الفتره الجايه؟ اكيد لازم يبقى في خطه. والله بص حضرتك، انا بحاول دلوقتي ان انا اعمل ويب سايت. بحاول ان احنا بعمل ويب سايت جديد بالجانب الصفحه اللي على الفيسبوك. بحاول ان انا اعرض فيها منتجات كتيره بقى من ناحيه بقى الملابس الحريمي كلها. لان انا متخصص في جزء كاجوال بس. فبحاول ان انا دلوقتي يبقى فيها كل حاجه، شوز وبنطلون وجيب. اكيد يبقى متكامل بالظبط، يبقى متكامل. كل حاجه. والهوم وير بتاع حضرتك بتعمل اطفالي برضو يعني اطفال وحاجات؟ لا ما حاولتش ان انا اشتغل اطفال يعني. لان شغل الاطفال بيبقى قصه تانية غير الحريم. بيحتاج بطرون تاني وبيحتاج بطرونس تاني، خامات تانية، ويعني بيبقى كل حاجه في الملابس الحريمي بيبقى ليها تخصص كويس جدا. يعني اللي بيتخصص في التريكو غير اللي بيتخصص في القماش الجوخ، غير اللي بيتخصص في الهوم وير. ده بيبقى تخصص وده بيبقى تخصص وده بيبقى تخصص، كل حاجه لوحدها. الستات اصلا مجانين شو يعني. ما شوبينج. بيحبوا. عشان كده انا بقول لحضرتك انا عايز اعمل ويب سايت. يعني ان شاء الله قريب باذن الله هعمل ويب سايت. ان شاء الله الويب سايت بقى الناس تقدر تشتري بيه بالفيزا، يعني بتبقى براحتها خلاص فري بقى. ويبقى فيه بقى ويبقى فيه منتجات معروضه كتيره قدام. اكيد. يعني هيبقى فيه ان شاء الله شوزات، ويبقى فيه شنط، ويبقى فيه بنطلونات قادم افضل باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بس سامحني، ما واجهتش مشكله اللي هي الوزن؟ اكيد. لا المشكله بتواجهني لما العميل بيقول لي وزنه غلط. معانا مداخله. معانا مداخله مدام داليا. الو. عليكم. ازيك يا مدام داليا؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟ منوره برنامج اسرار الحياه. ميرسي. لا والحقيقه مستر سامح هو اللي منور. ربنا يخليك يا مدام، ربنا يخليك. ازي حضرتك مستر سامح؟ الحمد لله بخير والله. ازي حضرتك؟ كلمينا بقى عن شغل مستر سامح.
والله بصي هقول لحضرتك حاجه، انا اولا كنت خايفه جدا جدا من تجربه الاونلاين تمام، بس الحقيقه انا لما اتصلت اول مره اتصلت طبعا عن طريق النت واتصلت بمستر سامح اتفاجئت والله العظيم، دي حقيقه مش مجامله طبعا. بصي يعني ذوق، التزام، جوده، تميز، يعني حتى منتجات مستر سامح متميزه جدا جدا ما شاء الله. انا عايزه اقول لك انا على فكره دولابي كله من جي ام ستايل، انا ما خلاص ما بجيبش من حد تاني خالص خالص، احنا كمان مش هنجيب من حد تاني لا بقالي سنين يعني الحقيقه. وعلى فكره ولما بطلب حتى اوردر مستر سامح عارف من ثقتي، يعني بطلب مثلا الموديل اقول له كل الالوان بصي عن ثقه عمياء كده عارفه تمام، لا بدليل ان هو بيعرض حاجته على الطبيعه النهارده مش مكتفي بصور. ايوه لا الحقيقه والله من الناس اللي واثقه في المنتجات بتاعتها كمان. لا واجمل من الصور كمان. وعايزه اقول لحضرتك حاجه بصراحه، يعني حتى في التعامل، يعني انا يمكن في موقف مستر سامح يمكن لو افتكروا، كنت جايبه مجموعه جواكت منه فطلعت يعني السايز بتاعها كبير شويه، فبقول له والله بعت لي المندوب وظبطوا لي على المقاس اللي انا عايزاه ورجعهم لي. بصي يعني انا بديكي مثال صغير من الذوق والاحترام بجد أكيد. بجد اللي ربنا يخليك يا مدام، ربنا يخليك. ودي حاجه لا مستر سامح دي حقيقه، يعني انا بجد مش عارفه اوفي لك حقك، لان بجد دايما الناس الكويسه المحترمه تستحق مننا احنا كعملاء ان احنا كمان نقول ونتكلم بجد عن الجوده وعن الذوق التعامل بصراحه في كل حاجه. دايما يا رب، دايما يا رب. استاذ سامح متالق باذن الله، ربنا يخليك. اشكرك استاذه داليا، مدام داليا اشكرك. معانا برضو استاذه ندى. خلينا برضو نرجع لموضوع سؤال الوزن، مشكله الوزن. الوزن المشكله اللي بتواجهني في موضوع الوزن ان العميل ساعات ما بيقولش وزنه الحقيقي، يعني يقول لي مثلا 80 كيلو مثلا وهو مثلا وزنه 85 90، فالمنتج لما بيروح بيلاقيه ضيق. بس انا بحاول دايما اوفر مقاسات كبيره، يعني ده مثلا بونشو، البونشو ده فري سايز يلبس اي وزن، لان يعني مقاساته كبيره، هو بونشو مفتوح ما فيهوش اي خياطه من الجنب او حاجه خالص. انها فده خامته برضو ده صوف تريكو حلو جدا، ده يلبس اي وزن، يلبس مقاس وزن 60 80 100 120، لان هو مفتوح معاه. تمام. فانا بحاول دايما ان انا اوفر مقاسات كبيره للعميل. تمام. بس المشكله بقى اللي بتواجهني ان العميل ما بيقولش وزنه كويس. بس هي طب ليه هيتكسف في اخر ممكن عميل يتكسف ده انت جاي تشتغل ليه؟ ممكن عميل يتكسف يقول لي مثلا بس انا بحاول بعد كده، يعني انا ان شاء الله بحاول ان انا اعمل تيبلز معينه لكل موديل بالنسبه للطول والعرض والكلام ده، علشان العميل تبقى الحاجه قدامه. تمام. بحيث ان لو اداني معلومه غلط انا بالتالي هروح يعني هقول له انت اديتني معلومه غلط، فازاي ان انا اقدر اوصل لك المنتج يعني؟ لا طبعا. ايوه. النصيحه بقى اللي انت بتقدمها لاي حد هيشتري اونلاين بيتابعوا جدا طبعا، انت بسم الله ما شاء الله كل اللي بيتصلوا بيشكروا بحضرتك ومنتجات حضرتك. ايه النصيحه بقى؟ انا جاي الاوردر عايز اعرف بقى، مش عايز اتغش او اتخم. لا انا لازم، انت لما تيجي تشتري اوردر او تشتري حاجه اونلاين بشتريها من براند او يعني من صفحه معينه، يعني صفحه مميزه. بشوف عدد العملاء عليها قد ايه، تمام، الكومنت على الصفحه ايه، على المنتج ايه، عن الكلام ده ايه. في للاسف بيدجات يعني بتجيب شغل سيء ورديء وبتسوق سمعه الاونلاين وبتسوق سمعه ان الواحده، بيخلي الواحده تخاف تشتري اونلاين. فدي فعلا مشكله. الناس ما تشتريش من جروب، يعني انت ما تشتريش مثلا من جروب معمول كده على الفيسبوك. دايما لما تيجي تشتري اشتري من صوره متصوره، يعني من الصوره مثلا من كتالوج او من على ويب سايت او من على صفحه من على الانترنت. لا حاولي دايما ان انت تشتري من على حاجه تكون متصوره زي ما انا مصور كده الشغل ده. تمام. على الطبيعه يفرق معاكي كتير قوي. بس فدايما ان انت تحاولي ان انت لما تيجي تشتري اشتري من صفحه كويسه او من براند كويس، وشوفي التعليقات بتاعت الناس ايه على الصفحه وعلى المنتج. الريفيوهات دي اهم حاجه، دي مهمه جدا. يعني انا دايما لما عميل مثلا ياخد مني حاجه ويجي يتصل بيا مثلا يقول لي يا عم متشكرين ان الحاجه وصلت، مهمه جدا زي على الصورة فكره او بتاع،
دايما ببقى حريص ان انا اقول له ممكن حضرتك تكتب لي كومنت على الصفحه تتكلم فيه عن جوده أكيد. العميل او لان لما عميل تاني بيجي يسالني اقول له شوف حضرتك شوف التعليقات بتاعت الناس على الصفحه شكلها انا فعلا لما دخلت لقيت كميه تعليقات كويسه جدا استغربت يعني ازاي البيج ده ان هو في كميه الريفيوهات الجميله دي استاذه ندى معاها برده موديل تاني اتفضلي هي بجد حاجات ممتازه واو موديلات ممتازه جدا واو واو جميل ربنا يخليك دوت برضو ده جاكيت فرو بكابتشو الجاكيت دوت مقاساته مثلا من 60 كيلو لحد 80 كيلو تمام لان برضو بيبقى فيه نسبه لكره شويه نسبه تريح شويه زي ما انت شايفه كده الموديل خامته والتفصيله بتاعته والفينش بتاعه شكله عامل ازاي هو زي بقى الشغل ده بيوصل للعملاء كده بنفس الجوده بنفس الصوره بنفس كل حاجه بس لا بس جميل ويليق بقى على اي الوان طبعا في لا هو في منه الوان كتيره يعني انا عندي منه الاسود وعندي منه النبيتي وعندي منه الاوف وايت ففي منه الوان كتيره تمام ميزه المنتج ده ان هو طويل كمان يناسب الست المحجبه ويناسب الست اللي مش محجبه تمام ف لا صراحه شابوه لحضرتك ازاي ربنا يخليك شابوه لحضرتك بجد الحاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا وتناسب جميع الاذواق مش ذوق واحد دي تناسب البنانيات وتناسب السيده اللي هي المحجبه طبعا يعني في شغل بنسميه اللي هو الليدي الكاجوال اللي هو المقاسات الكبيره وبتبقى متكاجوله شويه تمام يعني ده ممكن هنلاقيه برضو في موديل جواكت لسه هندخل بيه دلوقتي استاذ سامح بقالك فتره كبيره جدا في الاونلاين اكيد يعني اكتسبت خبره اللي هي ازاي اسوق المنتج بتاعي فعايزين حضرتك تعرفنا ازاي نسوق والله انا بسوق المنتج بتاعي ان انا بعمل اعلانات بعمل اعلان ممول على الفيسبوك ببدا ان انا اتابع الاعلان دوت من عن طريق الصفحه برضو من عندي الاعلان دوت انت دلوقتي بيبقى حسب المناطق برضو انت دلوقتي انا عرفت مثلا السن لان انت لما بتيجي بتعملي الاعلان بيبقى في اوبشن كده انت بتبداي تحدديها انت عايزه الاعلان ده يوصل لسن كام مثلا من 20 سنه لحد 5 بيبقى كل موديل بقى اللي بيبقى ليه سن تمام. يعني انا لما باجي مثلا اعمل اعلان على موديل كاجوال دايما بعمل مثلا من 20 سنه ل 35 سنه تمام. ولما يكون مقاساته صغيره برضو ببقى احاول ان انا فرق السن يبقى صغير حاجه تانية المناطق لان انت برضو لما تيجي تعمل اعلان انا بعمل اعلان على مناطق فمثلا انا ببقى عارف مثلا المنطقه دي القوه الشرائيه بتاعتها ايه لان انا ما بتعاملش مع شركات تسويق لان في شركات بتسوق يعني انت مثلا عندك صفحه على السوشيال ميديا تمام بتروح للشركه ديت بتقول لها انا عايز اعمل اعلانات مموله او فلا انا ما بعملش كده انا اللي بعمل اعلانات بنفسي وانا اللي بتابعها بتعملها بنفسك انا مفكره كل الكلام ده ان هو اللي يعني يطلب من حد لا يعملها لا, لا, لا انا اللي بعملها بنفسي وبصراحه هو يعني اللي علمني القصه دي واحد زميلي يعني واحد صاحبي صاحب شركه تويست بتاعت البين باجز هو اللي علمهاني يعني هو اللي شجعني على القصه دي لان انا كنت عايز اروح لشركات تسويق فهو المهندس محمد عبد الرحمن قال لي لا انا هوريك ازاي ان انت تعمل الاعلانات ديت وازاي ان انت تتابعها وازاي ان انت تبقى بعد ما الاعلان يخلص بتعرف الاعلان ده راح مناطق ايه وراح للناس اعمار حلو ايه بالظبط فبالتالي بدات بقى ساعتها هو قعد معايا مره واثنين وثلاثه وبعد كده خلاص انا بقى بدات ان انا اشتغل لوحدي وان انا اعمل اعلانات لوحدي يعني بس اكيد في ناس برضو تعرف ارقام تليفوناتك والبيج ده بيدخلوا له ازاي ويعملوا ازاي طبعا الحمد لله يعني يعني انا عندي في كمان محلات في محلات كتيره بتكلمني مثلا تقول لي احنا عايزين نتعامل معاك جمله فانا جالي مثلا محلات كتيره بتيجي تاخد مني شغل جمله يعني عندي محلات في اسكندريه محلات في المنصوره تمام محلات في اسيوط فعندي محلات في جميع انحاء الجمهوريه يعني احنا كمان اتواصلنا عن حضرتك عن طريق الصفحه يعني. والناس برضو شكروا في شغل حضرتك الحمد لله هو اهم يعني حاجه احنا وصلنا عن طريق الصفحه بس كان في ناس فعلا مكلمانا ان الدم فيه مصداقيه اصل حضرتك مش هتيجي برنامج اسرار الحقيقه الا لما فعلا يبقى فيه مصداقيه المهم في الشغل المصداقيه يعني اهم حاجه ان انت يبقى عندك مصداقيه في الشغل بتاعك استاذه ندى ده بقى شغلي انا ده تصميمي انا ممتاز يعني ده عامله انا عندي في المصنع عندي
لا ممتاز. يعني ده تصميمي واحنا اللي عاملينه عندنا في الشركه. لا ممتاز. بياخد وقت قد ايه يا استاذ حسين؟ نعم بياخد وقت قد ايه؟ بيبقى مش يعني من ساعه ما بيتقص يعني لحد ما بيخرج التصميم كله لحد ما يكون بالشكل الجميل ده؟ والله بص حضرتك ممكن ياخد مثلا اسبوع 10 ايام يعني. ممتاز. بس ده بالنسبه للكميات، انما لو هتعملي قطعه واحده لعميل لا ممكن تاخد يومين ثلاثه مش اكتر من كده. مش هتاخد كتير. بس لا يعني حاجه جميله جدا زي ما انت شايفه حضرتك. الجوده بتاعت الجوده والفينش والتناسق يعني جميل بجد يعني. مش عشان احنا مش عشان انا اللي عامل الشغل دوت، لا هو باين بس بجد يعني الشغل دوت يعني. في ناس تقول لك انتوا بتعملوا شغل احسن من المستورد. ده فعلا يعني في الفينش بتاعنا. الميزه عندنا ان احنا بنعمل بقى من الشغل ده مقاسات كبيره. يعني انا المقاسات الكبيره دي بتدوخ اصلا. يعني انا يعني ممكن اعمل الشغل دوت لحد وزن 120 كيلو لان الشغل ده انا بقى اللي بصممه وانا اللي بعمله. طب استاذه ندى تيجي بس تقعد تفضل بس دي اعرف برضه الساده المشاهدين. ازيك يا استاذه ندى؟ اخبار حضرتك ايه؟ عايزين نتعرف على حضرتك. نتعرف على حضرتك بس كده قبل من الحلقه ما تخلص. انا ندى الشافعي. اهلا. اشتغلت في الموديلنج من 3 سنين مثلا. تمام. الحوار جه معايا سلطه شويه بس انا كحباه هو كمان اصل لازم الواحده تكون حابه المجال اللي هي اكيد لازم بتاعر. حاجه تحبها مش موضوع ان هي واخداها شغل ان هو بس هي متقنه فيه يعني. انا شايفاها ان هي بسم الله ما شاء الله يعني اكنها فيها خبره بقى لها كام سنه يعني كتير. لا ندى برضو من الشخصيات الكويسه جدا في الشغل وانها بتعرض شغل بطريقه كويسه وبتصور بطريقه كويسه. فطبعا دي بتبقى حاجه كويسه للشركه يعني. احنا طبعا اتشرفنا بحضرتك والموديلات الجميله اللي حضرتك عرضتيها للساده المشاهدين. عايزين بس نعرف من استاذه ندى ايه رايك في الموديلات اللي انت عرضتيها دي؟ لا جدا يعني مش عشان حضرتك عرضها يعني. لا حلو الحمد لله. ستايلات يعني بجد حلوه. شرفنا بيك يا استاذ سامح. انا اتشرفت بحضرتك ونتمنى ان شاء الله مزيد من اللقاءات في اكبر القنوات الفضائيه ان شاء الله. طبعا شرفتونا وشرفتوا برنامج اسرار الحياه ونتمنى تكون حلقه مفيده للمشاهدين الكرام وانتظرونا يوم السبت القادم ان شاء الله.